في حاجة حصلت قبل كده في برنامج جوه القاهرة والناس، في حد شخص معين اللي كان بيهددك وكان عامل لك مشاكل انت وميلاد مع بعض؟ لا ابدا. وقابلكوا قبل كده في مكان بره اتخانق معاكم؟ لا لا، هذا هدد ميلاد. لا مش عايزه اسم. هو هدد ميلاد، انا صديقي جدا، انا امبارح بعدي حاكي معه. اوعى تقول اسم. هدد ميلاد؟ لا بقول اسمه ليه؟ اوعى، ما عندي مشكله. لا ممنوع. كنتش قلقان في الفتره دي؟ لا ما انا قلت فاكر لما قابلكم، مش عايزه اقول اسم المكان، في الزمالك تحديدا. كان قابلنا، كنا رايحين على بخرة على ما اظن. ايوه في الزمالك. قابلنا بره على الطريق. بس لا لا مش كده، انا فاكر قالك ايه. لا لا ناسي والله، بس انا عارف انه الامور. ميلاد دق لي بالليل يقول لي، دق لي وهددني وحنعمل ايه. قلت له هتعمل ايه يعني؟ انا لما جيت فاكر يا ميلاد، انا لما جيت بالاسئله جيت على اساس ما انا بعرفش مين الراجل ده، مثل كثير ناس. انا في شخص لغايه النهارده بعتذر من روحه اللي هو الله يرحمه ويرحم ترابه، طلعت السادات. عطيوني سؤال الشباب، انا جاي على مصر، انا يعني ما بعرفش الناس. عطيوني سؤال في كلمه سالته، انا افتكرت انه حاجه طلعت اهانه. بعد ما خلص البرنامج بيكلمني بيقول لي، يا ابني انت بعمر ابني، انه انا شخص محترم، معقوله تقول لي الكلمه دي؟ قلت له الكلمه دي يعني ايه؟ قال لي كذا كذا كذا. فحسيت نفسي، رحت له البيت، اعتذرت منه في البيت وعزمته على بيروت هو ومراته، واعتذرت منه في بيروت. وصار صديقي الله يرحمه رجع توفى، وحتى ما قدرت جيت على 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 على, على دفنه. ف اوقات بيصير معك شغلات يعني مش دائما انت مسؤوله عنها، ربنا يرحمه يا رب، خصوصا لما تكوني في شخصيات انت ما بتعرفيها. انا جيت على مصر عم بقابل الناس ما بعرفهم، الفنانين بعرفهم بس يا الشخصية. في اتنين اتحبسوا من وراك. لا دول فنانات. لا مش من وراي، انا عرفت عن مين عم بيحكي ميلاد، من وراه هو. لا من وراك انت. لا من وراه هو. لا من وراك انت. انت ما كنتش بتراجع عليهم في الاسئله، انت مش لسه بتقولي الاعلامي شغلته مش عارفه ايه، ورقه ويقرا، مش نشوف الاسئله الاول مين هتحبس مين ولا هتعمل ايه. انا سالت السؤال اللي لازم يتسال، الاجابه كانت بتودي السجن، انا اعمل ايه؟ كفايه تجاوب اجابه ثانيه. بس انا ما ماله يعني، انا عرفت عن مين عم تحكي. مش عارف لسه في السجن؟ لا طلعت تقريبا. ولا خرجت؟ خرجت يعني، ولا لسه طلعت؟ انا مش عارف، ما فيش علاقه بينها.